اول حاجه بس عايز اتشيك ان الصوت ماشي تمام، ما فيهوش اي مشاكل. حد منكم اتفرج على الحلقه اللي فاتت وفهمها وما واجهتوش اي مشكله؟ تمام. بالنسبه للصوت واضح ان الصوت تمام لمعظم الناس يعني تقريبا. طيب، يعني الناس كلها اتفرجت على الحلقه اللي فاتت. الحلقة اللي فاتت انا اتكلمت فيها على 2 موديول، على عكس كل مرة بناخد موديول، لان انا حبيت ان انا اعوض المحاضرة اللي كانت ضاعت قبل كده مننا يوم الحد اللي قبليه. وبعد كده لو في اي محاضرة حصل فيها مشكلة في الكونكشن او حاجة، انا هسجلها وارفعها في نفس اليوم بحيث تتفرجوا عليها تاني يوم متسجلة، علشان محدش يتأخر عن الجدول اللي احنا اتفقنا عليه يعني. طيب، بالنسبة للصوت انا هتشيك، في ناس بتقول ان الصوت واطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اظن كده الصوت اعلى شويه من الاول وما فيهوش مشاكل ان شاء الله. كده احنا غيرنا المايك خالص اللي كان فيه مشكله. تمام كده كل الناس بتقول تمام، يبقى كده ما عندناش مشكله في الصوت. طيب انا كنت بسال الناس من شويه على المحاضره اللي فاتت اللي انا كنت مسجلها، كنت عامل فيها 2 موديول. حد عنده مشكله واجهته وهو بيتفرج على الفيديو؟ كان في اي تقصير، في حاجه ما فهمهاش؟ كان في حاجه، هنتكلم ال NDS ده اللي هو كان الريديوس سيرفر اللي مايكروسوفت عملت له امبلمنتيشن وسمته ال NDS، اللي كانت مسميه قبل كده في ايام ويندوز 2000 ال IIS سيرفر، وبعد كده في 2008 عملت حاجه اسمها ال NDS. وعرفنا ازاي ال NDS بيشتغل وازاي عن طريقه بعمل اوثنتيكيشن، وعرفت يعني ايه ريديوس ويعني ايه ريديوس بروكسي ويعني ايه ناب سيرفر. بعد كده اشتغلنا في الموديول اللي بعده، كان بيتكلم على الناب او النتورك اكسس بروتكشن، وده احنا كنا اتكلمنا عنه من ايام محاضرة الريموت اكسس اللي هي كان فيها الفي بي ان سيرفر. وقلنا ده السيرفر اللي انا بعمل فيه هيلث تشيك او هيلث تيست، اتاكد ان اليوزر اللي داخل عندي على الشبكة سواء كان جاي من بره ريموت اكسس سواء كان جاي من جوه الشبكة بتاعتي، هتاكد ان هو الفاير وول عنده انيبل، واتاكد ان هو عنده انتي فيروس وابديتد، واتاكد ان هو منزل كل الابديتس من مايكروسوفت علشان ما يكونش عنده اي مشكله او اي بج او اي حاجه ممكن هاكر يدخل عن طريقها على النتورك بتاعته. وعملنا تجربه عمليه، انا كان عندي 4 انواع بعمل بيهم انفورسمنت، من ضمنهم الدي اتش سي بي. عايز اتاكد بس ان الناس اللي حاضره كانت متابعه او مذاكره وفاكره الموضوع دوت. انا كان عندي 4 طرق ممكن اعمل بيهم ناب انفورسمنت، كان من ضمنهم ال DHCP. كده انا قلت لكم واحدة، عايز حد يقول لي الثلاثة التانيين؟ تمام، ال VPN كانت طريقة، وال IPsec اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة كانت طريقة. يبقى كده ال VPN مظبوط، وال DHCP وال 802.1X عن طريق السويتشات والراوترات اللي بتسبورت البروتوكول ده، زي سويتشات وراوترات سيسكو مثلا. الوايرلس اكسس بوينت مش هي الطريقه اللي انا بعمل بيها ناب انفورسمنت، يعني هي تندرج تحت ال 802.1X. يعني ما دام الاكسس بوينت دي بتفهم البروتوكول ده فممكن، دي اللي انا كنت بعملها راديوس بروكسي. فتقدر تقول ان الوايرلس اكسس بوينت هي ال 802.1X بروتوكول انفورسمنت. يعني مظبوط، برضه انت اجابتك مش غلط، بس هي تبع ال 802.1X. مظبوط تمام. بالنسبه للباوربوينت، الماتيريال كلها احنا بنرفعها بعد المحاضره او هي مرفوعه مسبقا قبل كده على الشيرد فولدر اللي انا عامله اونلاين. طيب ما دام الناس مذاكره وفاهمه كده، بس كنت عايز اختار حد كده راندم من على الشاشه واطلع له سؤال اساله له، وهستاذن ان ما حدش يجاوبه غير بس لو التاني ما عرفش يجاوب. انا عارف ان انتوا ما بتحبوش الامتحانات، لكن ده امر لابد منه. يعني ممكن نقرا السؤال ده كده واحده واحده، وناخد اي حد راندوم من على الشاشه. بس الاكسبلورر مهنج شوية. طيب مثلا نسأل الأستاذ هادي محمد إن هو يجاوبنا على السؤال اللي هو معمول له شير دلوقتي على الشاشة.
لف ان هو مش شايف السؤال اللي موجود على الشاشة دلوقتي، وبالتالي ان السؤال ظهر للناس كلها. انا اخترت حد راندوم، كان الاستاذ هادي. مفيش مشكلة لو حد تاني يقدر يجاوب علشان الوقت. السؤال ده سؤال من ضمن الأسئلة اللي بتيجي في امتحانات مايكروسوفت. أنا بس معظمكم طبعا عارف الامتحان وعارف نظام الأسئلة، اللي بتكون أسئلة كلها multiple choice. ندي بس فرصة دي للأستاذ هادي، وبعد كده لو ما جاوبش ممكن أي حد تاني يجاوب. علشان عايزين نعود بس الناس على طريقة حل الأسئلة وشكل الامتحان. طيب استاذ، هذه اول محاضرة. ماشي، اكيد ما شفتش المحاضرة اللي فاتت. خلاص، ممكن اي حد يجاوب يقول الإجابة انهي واحدة في دول. الإجابة الأولى. طيب، هو الراجل عايز يعمل اوثنتيكيشن لللابتوبات اللي بتخش وايرلس. احنا لسه كنا بنتكلم اصلا تقريبا، احنا جاوبناها. تمام، مظبوط، الناس كلها كده مجاوبة. تمام، صح، مفيش مشكلة. ناخد سؤال تاني. عايزين نعود نفسنا كده كل محاضرة نجيب سؤالين ثلاثة نحلهم بس كده في الأول، علشان الناس ما تبقاش قلقانة من شكل الامتحان وشكل الأسئلة بتاعة الامتحان. ولو في سؤال محدش فاهم الإجابة بتاعته جت منين أو إزاي، ممكن نناقشها مع بعض هنا بسرعة. ماشي، اللي يعرف الإجابة ممكن يفضل إجابة. اتفضل. إجابة سي. طيب، الناس كلها أجمعت على إن الإجابة سي، ولا في حد بيخالف الرأي؟ طيب، نشوف كده الإجابة. يعني الناس كلها أجمعت على سي، مفيش حد اداني، في حد عنده رأي تاني قبل ما نشوف الإجابة إيه؟ يعني حاولوا تقروا السؤال كويس. يمكن بي، يمكن ولا أكيد؟ أنا عايز جواب نهائي، يعني يا بي يا سي. تمام، لو شفنا الإجابة هنلاقيها بي. هو ال W سس بصراحة في السؤال ده يخدع، يعني الناس اللي تقرا السؤال هتلاقي ان هو بيتكلم عايز الكلاينت يتأكد ان هو بياخد الاوتوماتيك ابديتس بتاعته. انا مش هسمح للراجل ان هو يدخل على النتورك بتاعتي الا لما يكون ابديتد. احنا اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت واحنا بنتكلم عن الناب، ان الناب دوت ده رول موجود تحتها اكتر من رول. انا اسف، ال ان بي اس كان رول تحتيها اكتر من رول، اللي هي من ضمنها الناب. والناب انا ما كنت عملنا الاس اتش في وقلت له ان الراجل دوت لازم ضمن الحاجات بتاعته الكونديشنز ان هو يكون ابديتد عن طريق الويندوز ابديت او عن طريق الدبليو اس اس، فيبقى دي طريقه ان انا هجبره ان هو لازم يكون ابديتد. فالناس كلها هتتخدها في حته الدبليو اس اس ان الراجل لازم يدخل على النتورك هو ابديتد، لكن الانفورسمنت هيتعمل له ازاي او انا هجبره ازاي عن، فهي دي فكره الخدعه بس اللي في السؤال. ناخد سؤال اخير بقى ونبدا المحاضره بتاعتنا. اظن ده اسهلهم يعني. ال ان بي اس مش شرط ينزل على الفي بي ان، انت ممكن تنزل ال ان بي اس على سيرفر لوحده مطلقا، وممكن الفي بي ان على سيرفر لوحده، ممكن الاثنين ينزلوا مع بعض. ال ان بي اس هو اللي كان شغال عندنا المحاضره اللي فاتت، زي ما قلت اتفرج على المحاضره اللي متسجله هتلاقيني بقول ان ال ان بي اس ده هو ريديوس سيرفر، وعندي ريديوس كلاينت. الريديوس كلاينت ده ممكن نعمله دي اتش سي بي زي العمل اللي عملناه المره اللي فاتت، ممكن اخلي الفي بي ان سيرفر هو الريديوس كلاينت.
اي حد جاي من بره علشان يعمل اوثنتيكيشن وهو داخل في بي ان اجينست الراديو سيرفر عن طريق في بي ان، فمش شرط ان الاثنين يكونوا على نفس الجهاز، ممكن كل واحد فيهم يكون على سيرفر مختلف. ناس بتقول دي وناس بتقول ايه هي الاجابه بتاعت السؤال دوت، موجوده في السلايدز دي النص اللي كنا بنشرح منها المره اللي فاتت. هو عاوز يعرف ايه البورتات اللي المفروض افتحها في الفاير وول في حاله ان انا حاطط ورا الفاير وول دوت ان بي اس او راديو سيرفر. لو دوسنا شو انسر مش هنلاقي حد صح خالص غير تقريبا اللي جاوب فيكم صح الأستاذة سارة. لو رجعتوا بصيتوا على السلايدز هتلاقوا البورتات اللي كان بيشتغل عليها الراديو سيرفر او الان بي اس كانت 1812 و1813، دول البورتات اللي بيحصل عليها كوميونيكيشن عاديه، و1645 و1646 دول السكيور كونكشن موجودين بالارقام في السلايدز يعني. بس هو السؤال بس يغلى يعني. الناس ربطت ال 80 ده بتاع ال HTTP، 443 بتاع ال HTTPS. لازم تكون حافظ ارقام البورتات لان زي ما انت شايف اسئله الامتحانات كلها بتلعب في حاجات بسيطه وسهله وكلنا بنغلط فيها يعني. طيب نكتفي كده النهارده بثلاث اسئله ونبدا نخش نتكلم في المحاضره بتاعتنا. زي ما اتفقنا النهارده هنتكلم على موديول 9 Increasing Security for Network Communication. الموديول النهارده صغير ما فيهوش حاجات كتير لكن هو مهم جدا بالنسبه لنا، ولازم نبقى عارفين الاي بي سيك ايه فائدته وازاي نخلي الاجهزه تتكلم بالبروتوكول دوت مع بعضها، وهنعمل ديمونستريشن على الكلام دوت. هناخد كونفيجريشن الاي بي سيك، هناخد كونفيجريشن لحاجه اسمها كونكشن سكيورتي رول، ان احنا هنعمل رول للكلاينت اللي هتتكلم مع بعضها عن طريق الاي بي سيك انكريبشن. هنشوف الناب انفورسمنت. احنا عرفنا من المحاضره اللي فاتت اوريدي ان احنا عندنا انواع انفورسمنت زي ما انت جربت في البدايه، ان انا عندي اربع انواع من ضمنهم الاي بي سيك، واخر حاجه ان هنشوفها موضوع المونيتورنج او الترابل شوتنج. اول حاجه ايه البنفيتس اللي انا هاخدها لما اشتغل عندي في النتورك بالبروتوكول بتاع الاي بي سيك؟ الاي بي سيك بيقول لك هو سويت اوف بروتوكول بيالاو سكيور انكريبتد كوميونيكيشن بتوين تو كمبيوتر اوفر ان تراستد نتورك. ان تراستد او ان سكيورد نتورك، انا دلوقتي شغال في شبكه سواء كانت وايرلس او واير، الداتا بتاعتي ماشيه جوه الكابلات او جوه الوايرلس جوه ميديا انا مش قادر اتحكم فيها او مش قادر احافظ على الانتجريتي بتاعت الداتا بتاعتي. ممكن اي واحد يجي زي ما اتفقت معاكم في محاضره قبل كده ويشغل برنامج ما يساويش 3 مليم، البرنامج ده كل اللي بيعمله ان هو بيكابتشر الداتا اللي ماشيه جوه النتورك بتاعتي. ممكن ياخد يوزر نيم والباسورد بتوعي، ممكن يوزر يكون بيدخل على سيرفر او بيدخل على راوتر سواء كان تيلنت او ايا كان الطريقه اللي بيدخل بيها، هياخد اليوزر نيم والباسورد لو هم ماشيين في شكل بلين تكست يعني ما هماش متشفرين، وياخدهم وبعد كده ياكسس الريسورس دوت بطريقه غير شرعيه، ممكن عن طريقها يسرق داتا كتير او معلومات كتير موجوده عندي في الشبكه. اي انفورميشن زي ما اتفقنا جوه النتورك بتاعتي انا لازم احميها باكتر من طريقه. ممكن حد يقول لي اكتر من طريقه غير الاي بي سيك ممكن احمي بيها الداتا بتاعتي جوه النتورك؟ يعني الاي بي سيك اتفقنا ان هو هيحميها عن طريق ان هو هينكريبت الداتا وهي ماشيه جوه الميديا. في طرق تانية، ال SSL بالظبط كده، ده انت بتحميها بسيرتيفيكت وهنتكلم عنها، والمحاضره اللي فاتت قلنا السيرتيفيكت بتبقى ماشيه ازاي. اما قلت لك لما انا بدخل على ويب سايت وجبت لكم www.microsoft وعملناها HTTPS بدل HTTP وشفنا السيرتيفيكت وعرفت ان انا بثق في حاجه اسمها VeriSign ومايكروسوفت بتثق في حاجه اسمها VeriSign. بالذات لما انت بتخش على ويب سايت تلاقي طلع لك شاشه حمراء وبيقول لك اتاكد ان الويب سايت ده مش حقيقي وممكن يحصل لك مشكله وممكن الداتا بتاعتك تتسرق، وخلي بالك تعرف ان انت على طول السيرتيفيكت ديت مضروبه وده واحد عامل فيك ويب سايت وبيضحك عليك. فالاس اس ال ده برضه حل. ممكن تشوف
بتوفر الملفات نفسها. يعني انت في الويندوز عملت رايت كليك على اي فايل او حاجه اسمها الان تي اف اس بيرميشن، دي انت لو شفرت الداتا بتاعتك محدش هيعرف يقراها غيرك. لكن لو انت عايز تحافظ على الداتا بتاعتك برضه بشكل تاني، ممكن تعمل حاجه اسمها ان تي اف اس بيرميشن، دي احنا هنتكلم في قدام، دي حقه تخدم ايه او مين من حقه ياكسس ايه جوه الشبكه بتاعتي. لكن زي ما قلت لكم ان من الصعب ان انا كنت احمي الداتا بتاعتي وهي ماشيه جوه الكاب، علشان كده اخترعوا البروتوكول بتاع الاي بي سيك. ده البروتوكول اللي ممكن اشفر بيه البيانات وهي ماشيه جوه الكابل، ماشيه جوه وايرلس او ايا كانت الميديا. مش كده بس، دي انا بستخدمها في ان انا باثبت شخصيتي لليوزر التاني او الديستنيشن هوست اللي انا بتكلم معاه، بحيث ان محدش يقدر ينتحل الشخصيه بتاعتي. زي ما كنت بقول لكم من شويه ان ممكن واحد يضحك عليا، وبدل ما اخش على الويب سايت بتاع مايكروسوفت هيعمل صفحه شبه صفحه مايكروسوفت، واخش واحاول الوجن عليها، وفي الاخر هو اللي هياخد اليوزر نيم والباسورد بتوعي، لان هو شخص ان انترستد، او انا ما كانش في سيرتيفيكت اشفر بيها البيانات ما بيني وما بين الديستنيشن. لو اي بي سيك انت، هو بيعمل لك هدفين، اول حاجه بيبروتكت الاي بي باكت، تاني حاجه بيديفند اجينست الاتاك. زي ما كنت بقول معاكم من شويه، علشان تشغل الاي بي سيك بيقول لك ان انت محتاج تينيبل الاي بي سيك على كل الاجهزه اللي موجوده عندك في الشبكه، ما دام انت خايف على الداتا اللي عليه. طيب دلوقتي انا بتكلم على الاي بي سيك وبقول ان هو بروتوكول وبيوفر السكيورتي وبيحافظ على الداتا بتاعتي من السرقه. خلاص انا من بكره الصبح اصحى واحول كل الاجهزه اللي موجوده عندي في الشبكه لاي بي سيك، واخليهم يتكلموا بالبروتوكول دوت، وبقى انا كده ضمنت ان الداتا بتاعتي 100% سكيور، بناء على الصفحه او السلايد اللي قدامنا بتاع البنفيتس ده. تفتكر تاني يوم على طول ممكن ايه اللي يحصل؟ حد شايف ان ده صح او ده كويس، ان انا ممكن اقلب النتورك بتاعتي كلها بالاي بي سيك؟ بالظبط كده، البرفورمانس بتاعتي هتقل، لان في حاجتين بيتعارضوا مع بعض خالص، هي السكيورتي وفي نفس الوقت البرفورمانس. كل ما تزود السكيورتي كل ما البرفورمانس تقل، كل ما تقلل السكيورتي كل ما البرفورمانس تزيد. فانت محتاج ولا تقلل دي ولا تزود دي، انت محتاج بس تعمل التوازن. طيب انت دلوقتي بتقول لي انا محتاج احمي الداتا بتاعتي، فانا كده محتاج للسكيورتي، بس قصادها ان البرفورمانس بتاع الشبكه هينزل. ازاي بقى اوزن الدنيا جوه النتورك بتاعتي؟ هقول لك والله، انت الشبكه بتاعتك مكونه من ايه؟ ممكن تكون شبكه صغيره، ممكن تكون شركه كبيره ضخمه، في الاخر انت عندك 3 4 سيرفرات عليهم داتا مهمه. خلاص خلي الاربعه دول بيتكلموا مع بعض او بيتكلموا مع اليوزر عن طريق البروتوكول الاي بي سيك، تبقى الداتا ما بينهم ماشيه متشفره. لكن بقيه ال 100 يوزر او ال 200 يوزر اللي جوه الشبكه دول، ناس مهندسين، محاسبين، ناس بتوع سيلز، ايا كانوا هم بيشتغلوا ايه جوه الشركه، الداتا اللي ما بينهم لازمه. فانا مش محتاج ان انا انيبل السكيورتي، وفي نفس الوقت برضو الهاردوير نفسه، لا بس يعني موضوع الهاردوير، اي هاردوير بيسبورت يعني، هي ممكن السوفت وير لو عندك ويندوز قديم مثلا 98 ولا حاجه مش هيفهم الاي بي 6، مش هتعرف تعمل عليه انيبل مثلا، او ايا كان الاوبريتنج سيستم اللي انت شغال عليه ممكن ما يكونش ويندوز اصلا، ما يفهمش الاي بي 6. لكن غالبا يعني الهاردوير الموجود دلوقتي كله هاردوير عالي يعني، ملوش علاقة بإن هو يشتغل عليه الأي بي سيك أو ما يشتغلش. لو جينا نبص بيقول لك الأي بي سيك سكيور نتورك ترافيك باي يوزنج انكريبشن أند داتا سايننج. داتا سايننج إحنا إتكلمنا في المحاضرة الأولانية والمحاضرة اللي فاتت عن الديجيتال سيجنتشر، دي الإمضة اللي أنا بمضي بيها على البيانات بتاعتي اللي أنا ببعتها للديستنيشن هوست بتاعي عن طريق السيرتيفيكت. وشرحت لكم المحاضرة اللي فاتت السيرتيفيكت انا بجيبها جوه الشركه بتاعتي او جوه الدومين بتاعي عن طريق حاجه اسمها السي اي سيرفر او سيرتيفيكت اوف اوثورتي، اللي احنا هندرسه في ماده الاكتف دايركتوري بالتفصيل وهنعمل له امبلمنتيشن بايدينا. طيب الترانسفير بقى بتاع الداتا علشان يمشي متشفر ما بيني وما بين اي يوزر تاني، الفكره كلها خلينا نروح كده للوايت بورد. انا عايز اعرف ازاي دلوقتي انا بترانسفير الداتا بتاعتي بشكل سكيور، هقول ان ده جهاز ايه وان ده
جهاز وليكن بي مثلا، علشان يحصل انكريبشن ما بين الاثنين دول. انا عندي انكريبشن منه نوعين، حاجه اسمها السينكرونس وحاجه اسمها الاسينكرونس. سينكرونس يعني انا بستخدم نفس الكي في التشفير وفك التشفير دوت. طبعا الكي دوت بتاعك او يعمل له كابتشر او ان هو يفك ويعرف الباسورد بتاعتك، فاحنا بنستخدم حاجه تانية اسمها البابليك كي والبرايفت كي. في ناس كتير منكم عارفاها وفي ناس ما تعرفهاش. خلينا بس نفهم الميكانيزم بيبقى شغال ازاي. هنقول ان جهاز ايه ده عنده بابليك كي وعنده حاجه تانية اسمها برايفت كي، يعني الراجل ده عنده مفتاحين بيستخدمهم ان هو يشفر البيانات بتاعته علشان يبعتها للديستنيشن، وفي نفس الوقت الديستنيشن ده عنده برضو بابليك كي وعنده البرايفت كي. كلمة برايفت بتاعني شخص، يعني محدش يعرفه إلا أنا. أنا كجهاز إيه مثلا، أنا عندي 2 كي، البابليك ده كل الناس بس اللي أعرف الكي ده. هقول دلوقتي ان انا عايز اتكلم مع الجهاز بي، فمحتاج ابعت له داتا واشفرها. تفتكر اشفرها له ازاي؟ استخدم الكي دوت ولا التاني ولا دوت ولا دوت؟ يعني انا عندي دلوقتي 4 كي على الشاشه، هنا في بابليك وهناك في بابليك وهنا في برايفت وهنا في برايفت. انا عايز ابعت داتا لبي واشفرها له علشان يقدر يفكها. رقم 2 ده يعني ايه؟ يعني مثلا قول لي ده البابليك بتاع ايه او البرايفت بتاع بي او ايا كان. هيشفرها له بالبرايفت. لا، هي الحقيقه دلوقتي لو انت عايز تبعت داتا من ايه لبي، زي ما انا قلت لك كل واحد فينا عنده برايفت وبابليك. البرايفت ده ما يعرفوش الا انت، لكن البابليك كل الناس تعرفه. برضو الاجابه اللي طلعت على الشاشه دلوقتي هي مش مظبوطه، لان انا ما اقدرش اروح اخد البرايفت بتاع الجهاز بتاع الديستنيشن، لكن انا اقدر اخد البابليك. هو زي ما قلت انا كل الناس عارفه بابليك، انا هروح اخد البابليك بتاع جهاز بي واشفر بيه الداتا بتاعتي وابعته له. لما ابعت له الداتا ديت وهي متشفره، هو هي ان انكريبتها او هيفك تشفيرها عن طريق البرايفت كي. تاني عشان في ناس بس واقعه في الحته ديت، كل جهاز في الدنيا عنده مفتاحين، البابليك والبرايفت. لو انا شفرت بالبابليك انا محتاج افك التشفير بالبرايفت بتاعي او العكس. فدلوقتي انا لما احب اتكلم مع جهاز دي هروح اخد البابليك كي بتاعه لان انا اعرفه، وابدا اشفر البيانات بتاعته بيه وابعتها له، بحيث لو حد جه في السكه سواء كان هاكر او كان ايا كان مين، هو مش هيعرف يفك الكي لان الكي دوت هو البابليك. الكي الوحيد اللي يعرف يفك الداتا اللي انا بعتها له ديت هو البرايفت بتاع نفس الهوست اللي انا واخد البابليك كي بتاعه. يبقى انا محتاج اخد البابليك كي بتاع الماشين بي ديت وارجع افكها له تاني بالبرايفت. ونفس القصه الجهاز او الهوست بي لما يجي يتكلم مع ايه، بياخد البابليك كي بتاعه ويشفر بيه البيانات ويرجع يبعتها له تاني. الوحيد برضه اللي يعرف يفك، يعني انت لازم مفتاحين هما اللي يكونوا مع بعض علشان يفتح، ارجع ابعتها له تاني لايه وايه يفك البرايفت كي. هي ديت كانت حته الديجيتال سيجنتشر اللي اتفقنا ان احنا بنعملها عن طريق السيرتيفيكت. طيب تعالى كده نشير السكرين واوريك. طبعا كل واحد بيسال دلوقتي طب هو فين الكي اللي انا بشفر بيه؟ انت امبارح فرجتني على السيرتيفيكت في الحلقه اللي فاتت. تعالى مثلا نفتح مايكروسوفت دوت كوم. انت بتقول دلوقتي كل واحد فينا عنده بابليك كي، ومن اي حد من حق اي حد تاني ان هو يعرفه عشان يستخدمه ان هو يشفر بياناته. دلوقتي مايكروسوفت وصلنا انا ومحدش هيلعب فيها في الطريق او حد هيسرقها في الطريق. ادي الويب سايت بتاع مايكروسوفت، احنا داخلين عليه HTTPS متشفر بالاس اس ال سيرتيفيكت. خلينا بس ساين ان المفروض اس.
اي صفحة لوجن هوتميل مثلا، المفروض لما بتكونتاكت اي ويبسايت عن طريق بروتوكول اتش تي تي بي اس بتلاقي ظهر قدامها هنا علامة القفل باللون الاصفر، وتضغط عليها وتعمل فيو للسيرتيفيكت زي المرة اللي فاتت علشان السيرتيفيكت بيها الكوميونيكيشن بتاعتك في السيشن دوت. مش عارف ليه بس الصفحة بطيئة شويتين تلاتة. مجرد انا طلبت صفحة اللوجن اهي مثلا، فصفحة اللوجن شغالة على بروتوكول ال HTTPS. هاجي هنا هعمل View Certificate، هتلاقي Certificate هنا، هدوس Details هلاقي شوية معلومات عن السيرتيفيكت بتاعتي، هلاقي حاجة اسمها Public Key وهي شغاله بال RSA algorithm. هتلاقي بيقول لك ان الكي دوت اللينث بتاعه 2048 بت. ادي البابليك كي بتاعي اللي موجود على الشاشه ده. دلوقتي مايكروسوفت عشان محتاجه تتكلم معايا وتبعت لي معلومات محدش يفهمها غير انا ومايكروسوفت، هتيجي تاخد البابليك كي زي ما قلت لكم ده اي حد يعرفه. دلوقتي هيجي عايز ينيشيت معايا كوميونيكيشن، هياخد البابليك كي ده ويشفر بيه الداتا بتاعتي ويرجع يبعته وهو مطمن، بحيث ان اي حد هياخده مش هيعرف يديكريبت الكي ده الا عن طريق البابليك كي اللي موجود على الماشين بتاعتي محدش يعرفه خالص. في حد عنده مشكلة في الحتة دي ولا نكمل ونخش على الحتة اللي بعدها؟ احنا هنقولها تاني وهنعيدها تالت ورابع في كورس الاكتف، بس انا حبيت افهم الناس الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. نقولها لاخر مره. انا عندي داتا عايز ابعتها للديستنيشن من غير ما حد يقدر يفك الشفره بتاعتها. كل واحد فينا سواء سورس او ديستنيشن معاه اتنين كي، معاه مفتاحين، واحد برايفت واحد بابليك. لو انت شفرتها بالبابليك البرايفت بتاعي هو اللي يفكها، او العكس لو شفرتها بالبرايفت البابليك هو الوحيد اللي يعرف يفكها. فلما انا احب اتكلم مع الجهاز اللي اسمه اكس مثلا على سبيل المثال، هروح ابعت اجيب البابليك كي بتاعه لان هو ده اللي انا اعرفه، انا ما اعرفش البرايفت بتاعه. هاخد البابليك واشفر له مثلا كلمة هالو وابعتها له عن طريق نتورك عن طريق الانترنت او ايا كانت. هو علشان يدي كريبت الكلمة هالو اللي متشفرة بالبابليك كي بتاعه، محتاج ان هو يفك بالمفتاح التاني اللي اسمه برايفت الوحيد اللي موجود عنده مش موجود عند اي حد تاني. اظن كده الدنيا ماشية تمام ومفيش أي مشكلة. آخر جملة في السلايد اللي قدامنا بيقول لك إن الـ IPsec policy defined a type of traffic that IPsec examined. معنى الكلام دوت ايه؟ انا من شويه قلت لكم ان احنا مش محتاجين ان احنا نينيبل على مستوى النتورك الاي بي سيك علشان ما نقللش البرفورمانس. مش كده وبس، انا هكتشف ان انا ممكن انيبل الاي بي سيك، وهنشوف الكلام ده عملي النهارده على مستوى كونكشن معين. يعني ايه؟ لو قلت مثلا ان انا عندي ده جهاز سيرفر موجود عليه نازل عليه اكتر من رول، نازل عليه دي ان اس، ونازل عليه الرول بتاعت الدومين كنترولر، ونازل عليه مثلا دي اتش سي بي، ونازل عليه ويب سايت، فبالتالي انا منزل عليه اي اي اس، وعندي يوزر تاني عايز يكومينيكيت معاه. انا ممكن اقول بس الكومينيكيشن اللي رايحه للويب سيرفر او رايحه للاي اي اس هي دي الوحيده اللي انا عايزها تمشي انكريبتد جوه النتورك بتاعتي. اي حاجه تانية عايزها تمشي ان انكريبتد وانا ما عنديش اي مشاكل، لان الناس اللي بتخش تاكد الويب سايت هم دول الناس اللي بيبعتوا يوزر نيم وباسورد
وشوية داتا محتاجين نسجل على بورت. يبقى انا محتاج كده ان انا هاجي هعمل رول كمان شوية وهفتح بورت مثلا في الفاير وول، وهقول ان انا عايز بورت رقم 80 هو اللي يشتغل بالاي بي سك. اي حد بقى جاي يكلم الدومين كنترولر، كده كده الدومين كنترولر بيكون الترافيك انكريبتد بحاجه اسمها كيربروس، هنتكلم برضه عنها كمان شويه. انما الدي ان اس والدي اتش سي بي ترافيك انا عايزهم يمشوا انكريبتد، لان انا مش فارق معايا الحاجات ديت. لكن بالنسبه للاي اي اس انا شايف في اكتر من حد بيشتكي من موضوع الصوت، انا مش عارف هي المشكله لسه من عندي ولا من معظم الناس. وهطلع هعمل بول دلوقتي عشان اتاكد مين واصل له الصوت كويس. تمام مفيش مشكله، خلاص نكمل. يبقى انت مش محتاج تانيبل على كل النتورك بتاعتك اي بي سيك، وكمان تقدر تعمل الاي بي سيك بتاعك بير كونكشن، يعني على قد الكونكشن اللي انت محتاج بس تشفر الكوميونيكيشن ما بينك وما بين اي يوزر تاني، انت محتاج تانيبل الاي بي سيك بتاعك. الطرق اللي ممكن تستخدم بيها الاي بي سيك، انا بستخدمه عشان اعمل باكيت فلتريشن زي ما قلت لك، انا بعمل اوثنتيكيشن وبعمل انكريبشن. يعني زي ما قلت لك من شويه، انا بستخدم الاي بي سيك بروتوكول لان انا اشفر البيانات اللي انا ببعتها، وفي نفس الوقت كاثبات شخصيه ان انا لما اكون بتكلم مع حد تاني جوه الشبكه بتاعتي فبثبت له ان هو ده انا. هي دي عمليه الاوثنتيكيشن، ان هو يتحقق من شخصيتي. ممكن اعمل العمليه دي من هوست لهوست، يعني اتنين عاديين، ممكن اعملها ما بين السيرفر. بالنسبه للفي بي ان، الفي بي ان انا اتكلمت معاكم من اكتر من محاضره وقلت لكم ان انا عندي حاجه اسمها تانلينج بروتوكول، وكان عندي ثلاث انواع. عايز حد يقولهم لي بسرعه عشان نتاكد كده ان الناس صاحيه معانا وكلهم بيذاكروا. البي بي تي بي مظبوط، ده نوع. والنوع الثاني اللي هو مكتوب على الشاشه L2 تي بي، والنوع الثالث تمام كده نوعين، من الاقل تشفير للاعلى تشفير. اول نوع كان البي بي تي بي، النوع الثاني ال2 تي بي، والنوع الثالث الاس اس تي بي اللي كان بيشتغل على بروتوكول على بورت 443 وكان بيعتمد على الاس اس ال سيرتيفيكت. فلو انت عامل ريموت اكسس سيرفر وعايز تنكربت الداتا بتاعت الناس اللي جايه من بره الشركه لجوه الشركه، يفضل ان انت تستعمل ال L2 تي بي لان ده بيعتمد على البروتوكول بتاع الاي بي سيك اللي احنا بنتكلم عليه. ممكن استعمله في حاجه اسمها سايت تو سايت تانلينج، ان انا لو عندي فرعين، فرع في كايرو وفرع في اليكس، وعايز اربط الفرعين مع بعض وخايف على الداتا اكسشينج اللي موجوده ما بين الفرعين، ممكن انكربت الداتا اللي ماشيه ما بينهم بالاي بي سيك. ممكن اعمل انفورسنج لللوجيكال نتورك، انا محتاج يعني ايه انفورسنج؟ يعني انا محتاج يوزرز معينين او اجهزه معينه هم اللي يتكلموا مع بعض وما يتكلموش مع بقيه النتورك، او بقيه النتورك ما تعرفش تتكلم معاهم. فممكن انيبل على لو عندي 10 اجهزه مثلا جوه ديبارتمنت جوه قسم معين، فعايز الناس دي تتكلم ومحدش يفهم هما بيقولوا ايه. زي بالظبط لو انا قعدت مع اتنين تلاته فيكم دلوقتي وقعدنا نتكلم هندي، فبقيه الناس ما هياش فاهمين الهندي، هما بيعرفوا يتكلموا عربي، بيعرفوا يتكلموا انجليزي، بيتكلموا ايطالي. فلو قعدنا نتكلم بالهندي مثلا ما حدش هيفهم حاجه غير الثلاثه اربعه دول. فانا ممكن استعمل نفس الكونسبت دوت في ان انا اعمل انفورسمنت لللوجيكال نتورك، ثلاث اربع اجهزه يتكلموا اي بي سيك، هم فاهمين بعض لكن بقيه الاجهزه مش فاهماهم ولا عارفه تتكلم معاهم. دي كده كانت طرق استخدام الاي بي سيك. ازاي بقى اعمل عمليه مانجمنت للاي بي سيك؟ في عندنا ثلاث طرق. الطريقه القديمه اللي كنا بنستخدمها، في منكم اكيد كان شغال على الويندوز سيرفر 2003، ده كان بيستعمل الام ام سي او المايكروسوفت مانجمنت كونسول، ودي الطريقه اللي احنا هنستعملها النهارده. في طريقه ثانيه عندنا حاجه اسمها ويندوز فاير وول ويز ادفانسد سكيورتي. زي ما في عندنا الويندوز فاير وول كله عارفها،
في عندنا حاجة من أيام ويندوز فيستا ويندوز 7 طلعت جديدة ما كانتش موجودة في الإكس. شاء الله في محاضرة عندنا هنتكلم فيها بس عن الفاير وول وعن النيو فيتشرز الموجودة في الفاير وول، وهنتكلم فيها على الويندوز فاير وول ويز أدفانسد سكيورتي زي ما بيقول لك، دي مستخدمة في الويندوز سيرفر 2008 R2 وموجودة دلوقتي طبعا في ويندوز 7. دي برضو ممكن أعمل منها مانجمنت للأي بي سك. والنوع الثالث ده كل محاضرة احنا بنتكلم عنه ومفيش حد ما يعرفوش، زي ما قلت لكم الكوماند بتاع نيتشي ده انا ممكن امانج منه كل حاجه، يعني كل حلقه ما نيجي نتكلم عن موضوع المانجمنت اقول انا ممكن استعمل الانترفيس الفلاني وممكن استعمل النيتشي كوماند، خصوصا الناس اللي موجوده منكم شغاله مع الكور اديشن هم يقدروا يتعاملوا مع النيتشي كوماند. ديمونستريشن ممكن نبدأ كده ناخد حتة عملي صغيرة، خلينا نشير السكرين. الناس منكم اللي اتفرجوا مع الحلقة اللي انا سجلتها المرة اللي فاتت انا قلت ان انا هغير السوفت وير اللي انا كنت شغال عليه، كان في ناس سألتني منكم عاوزين يتعاملوا مع الهايبر في ويشوفوا شكل التعامل معاه عامل ازاي. الهايبر في عبارة عن رول موجودة على الجهاز، يعني انا لو جيت هنا فتحت السيرفر مانجر وقلت له انا عايز اد رول ودوست له نيكست هتلاقي عندي رول اسمها الهايبر في. الهايبر في ده رول بتسبورت الفيرتشواليزيشن، دي نزلت جديده في 2008 ما كانتش موجوده في 2003. كلنا شغالين في ام وير، في مننا اللي شغال فيرتشوال بوكس، في اللي شغال ببرنامج ايا كان اسمه. مايكروسوفت عملت التكنولوجي الجديده بتاعتها باسم هايبر في، هنتكلم عنها شويه في الكورس بتاعنا في الماده الثالثه، وان شاء الله لو كملنا التراك بتاع الانتربرايز هنتكلم برضه عنها شويه التوسع في مادة الابليكيشن. انا عشان ضايفها دلوقتي هي متعلم عليها، لو هي مش متعلمة انا بعلم عليها وادوس نيكست 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 انستول ويزرد عادي خالص انا بانستول بيه اي رول. ده شكل الانترفيس بتاعنا، دي فيرتشوال ماشين انا مثلا عايز اكونكت على واحدة منهم. سويتش بورت موضوع الهايبر في احسن ولا الفي ام؟ بالنسبه لنا احنا يعني كل واحد على حسب ما يستريح، يعني هنا فيني فيتشرز زياده مش موجوده هناك والعكس صحيح. بس عايز اتكلم مع حضرتك في حاجه معينه، انت مش هتعرف تنزل الهايبر في الا اذا كانت الماشين اللي انت شغال عليها بتسبورت الفيرتشواليزيشن. يعني ايه بتسبورت الفيرتشواليزيشن؟ يعني البروسيسور بتاعك يكون داش في، دي لما انت تيجي تفتح الجهاز بتاعك وتدوس ديليت او اف 2 او ايا كانت لازم تتاكد ان البروسيسور بتاعك 64 بت وبيسبورت الفيرتشواليزيشن. ممكن تلاقيها عندك جوه ديسيبلد تعمل لها انيبل، لو هي معمول لها انيبل باي ديفولت يبقى انت ساعتها هتخش تنزل الهايبر في. في حاجه زي باتش فايل ممكن تخش على الانترنت تعمله داونلود، الباتش فايل ده بيتشيك اوتوماتيك انت عندك هايبر في ولا لا. انا مش فاكر اسمه، لو افتكرته هحطه لكم النهارده في المنتدى. مجرد ان انت بتعمله داونلود بتدبل كليك عليه يقول لك انت الجهاز بتاعك بيسبورت ولا مش بيسبورت الفيرتشواليزيشن. في حاله ان هو بيسبورت انت كل اللي محتاجه ان انت تنستول ويندوز سيرفر 2008 وتبدا تنستول الرول اللي انا مشغلها دلوقتي وتبدا تكريت الفيرتشوال ماشينز بتاعتك. كلمة virtualization احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، احنا كل حلقة تقريبا بنشرح عملي على برنامج اسمه virtual box. دلوقتي احنا بندرس شبكات وقلنا ان احنا علشان ندرس شبكات محتاجين ان احنا نشتغل عملي، فمحتاج خمس ست اجهزة مع بعض. طبعا مش هينفع اشتري خمس ست اجهزة حقيقيين كده، انا هدفع كوست عالي. انا اجيب جهاز الهاردوير بتاعه عالي شوية واقسمه من جوه زي ما حضرتك شايف على الشاشة. دلوقتي انا فتحت جهاز وهدوس عليه اون هيفتح لي جهاز تاني من جواه عشان ابدا اشتغل عليه. على ما الجهاز ده يفتح في سيناريو كده عايزين نتكلم فيه بسرعه.
هقول ان انا عندي كلاينت، والكلاينت ده بيكونتاكت مع ويب سيرفر مثلا، والويب سيرفر هو مجرد ان هو انترفيس لداتابيز علشان يريتريف منها مثلا داتا معينة الكلاينت ده عايزها. خلينا نكتب ادي داتابيز وده ويب سيرفر مثلا وده كلاينت او اكتر من كلاينت يعني عاوز يكونتاكت السيرفر دوت. تفتكر فين ابلاي الاي بي سيك على النتورك او الدياجرام اللي موجود قدامي؟ هل الويب سيرفر والكلاينت اللي جايين من على الانترنت مثلا او جايين من جوه الشبكه، ولا ابلاي ما بين الويب سيرفر وما بين الداتابيز؟ ايهما افضل؟ ولا ابلاي على الاثنين؟ ولا السيناريو دوت بالنسبه لكم مش محتاج؟ تمام مظبوط، انا محتاج الاي بي سيك ان انا اشغله هنا، لان انا مش فارق معايا الترافيك، الترافيك هو مجرد اتش تي تي بي ترافيك رايح ما بين الكلاينت وما بين الويب سيرفر دوت، شويه ريكوستات والويب سايت بيرد عليه. وطبعا ان انا هيجي لي اكتر من كلاينت، هيجي لي مثلا 1000 كلاينت عشان يدخلوا على الويب سايت ده. لو انا شفرت الداتا بتوع ال 1000 سيشن اللي قدامي دول بالاي بي سيك زي ما اتفقت معاكم، البرفورمانس هينزل في الارض خالص والكونكشن هتكون سيئه جدا. فانا محتاج ان انا ابلاي الاي بي سيك ممكن يجي لك امتحان يقول لك عندي كذا سيرفر وعندي اكتر من كلاينت، المفروض اعمل الاي بي سيك اعمل لها ابلاي فين او على انهي كونكشن من دول. يبقى كل اللي انت هتعمله، وليكن مثلا الداتابيز شغالة على بورت 500 مثلا او 5000 ايا كان البورت، نقول 5000، والويب سيرفر شغال على بورت 80، يبقى كل اللي هعمله ان انا هاجي اقعد هنا على الجهاز ده واعمل الكونفيجريشن اللي انا هعملها كمان شويه، واقول ان اي ترافيك تجي لي على بورت 5000 زي ما قلت لكم، انا ممكن اقول اي ترافيك جايه لي من اي حته انا هعمل لها اي بي سيك، يعني الداتا هتكون ماشيه متشفره. اي حد عايز يتكلم معايا يا اما هيكلم معايا التشفير يا اما مش هيتكلم، او ان انا اخلي الكلام ده على سبيسيفيك كونكشن او على كونكشن معينه على الجهاز بتاعي واللي هي البورت اللي انا بستقبل عليه الداتابيز. ممكن لو انا عندي داتابيز بتشتغل على اكتر من بورت مثلا سيكول سيرفر او غيره، ممكن تكون شغاله على 3 4 بورتات. فانا زي ما هتشوف كمان شويه انا ممكن اطبق الكلام دوت على رينج من البورتات، اقول له مثلا من 5000 ل 5200، انا عايز ال 200 بورت دول يمشوا معايا انكريبتد ابلاي عليهم الاي بي سيك. نشوف كده الماشين اللي انا فتحتها، زي ما اتفقنا عشان اعمل مانجمنت للاي بي سيك انا محتاج افتح مايكروسوفت مانجمنت كونسول، بعد كده هدوس فايل زي ما اتعلمنا واد سنابن، وانزل ادور على حاجه اسمها اي بي سيكيورتي بوليسي. هيقول لي انت عايز تعمل البوليسي دي على اللوكال كمبيوتر ولا على الاكتيف ولا انا ولا انذر كمبيوتر خالص. هقول له لا انا عايز الكلام ده على اللوكال كمبيوتر، على اساس مثلا ان انا موجود على الجهاز اللي موجود عليه داتابيز، وبعد كده اقول له اوكي.
واجي هنا افتح الكونسول، هتلاقي ان الكونسول فاضي خالص ما فيهوش اي حاجه. كل اللي انت هتعمله عايز اكريت بوليسي جديده من الاول. اول ما بدوس عليها يفتح لي نيو ويزارد ويقول لي يلا نكريت مع بعض بوليسي جديده. اديها مثلا نيم، هقول له بوليسي مثلا 1. لو عندي ديسكريبشن هكتبه له على اساس ابقى فاكر البوليسي دي انا كنت عاملها ليه. عندي حاجه اسمها اكتيفيت ديفولت ريسبونس رول، دي انا كنت بستخدمها مع الاجهزه القديمه ال 2003 والاكس بي، ما اتعلمش عليها دلوقتي هقول لك ليه. هقول له فينش، هلاقيه فتح لي البوليسي اللي انا عملتها. كده انا عملت البوليسي بتاعتي، وادي ديفولت ريسبونس رول اللي انا ما اخترتهاش من جوه وقلت بلاش اعمل لها تشيك. اخش جوه الرول دي اعمل لها كونفيجريشن، بيسالني بيقول لي هو انت في ما بينك وما بين الديستنيشن اللي انت عايز انكريبت الداتا بتاعتك في تانل ولا هو الطريق ماشي على طول؟ هقول له والله انا ما عنديش تانل موجوده في النص. لو عندي تانل مثلا، يعني ايه تانل؟ دلوقتي زي ما اتفقت معاكم انا داخل ريموت كونكشن من بره عن طريق ريس سيرفر، يبقى هكتب الاي بي بتاع الريس سيرفر هنا، لو هو اي بي فيرجن 4، لو هو اي بي فيرجن 6 هكتبه هنا اهوت. لو ما فيش اصلا حاجه في نص تانل ما بيني وما بين الديستنيشن، هختار الاوبشن الاولاني ده وادوس نكست. بيقول لي هو انت والديستنيشن كونكتد مع بعض بايه؟ كونكتد ريموت اكسس ولا كونكتد لان ولا اختار كل الكونكشن؟ هقول له مثلا لان لانه موجود معايا على نفس الشبكه. هيقول لي طيب يلا نعمل حاجه اسمها اي بي فلتر ليست، اسميها مثلا نيو ليست واد. هتلاقي اوبشن تحت اسمه ميرور، انا ممكن اشيل الاوبشن ده وممكن اخليه، يفضل ان انت تخليه وهقول لك دلوقتي احنا ليه اخترنا الاوبشن ده. الاي بي ترافيك سورس اللي جايه منين رايحه فين؟ اوصف لي بقى شكل الداتا اللي انت عايز تنكريبتها. انا عايز اقول له الداتا اللي جايه من اي حته من اني اي بي، والديستنيشن اي بي بتاعها ماي اي بي. انا ممكن اجي هنا واكتب له سبيسيفيك اي بي ادرس واكتب له الاي بي بتاعي مثلا 10.10.0.1، وممكن اكتب له ماي اي بي ادرس على اعتبار ان الجهاز بتاع الاي بي بتاعه ما هواش ستاتيك، هو دايناميك وممكن يتغير من وقت للتاني، واقول له نيكست. هيقول لي انت عايز تشفر ايه بالظبط؟ ممكن اختار من هنا البروتوكول، هقول له البروتوكول ده تي سي بي. هيقول لي البورت، طيب اللي على البروتوكول ده بورت كام؟ اتفقت معاكم مثلا انا ممكن احط له بورت 5000. ممكن لو الابلكيشن بتاعي اللي انا عايز الداتا بتاعته تمشي متشفره، هقول له مثلا 5100. بلاش 5100 كتير برضو 100 بورت، يعني 5008 على اساس ان هم 8 بورتات مثلا. هقول له نكست، هقول له فينش. كده انا عملت الليسته بتاعتي. وممكن اقاد اكتر من لسته يعني، او اقيد في نفس اللسته بتاعتي وازود فيها فلتر. طيب دلوقتي فكره الميرور اللي انا اتكلمت عنها من شويه، دلوقتي انا هانكربت الترافيك اللي جايه من اي حد بيكلمني على البورت ده. طب انا بقى لما اجي ارد عليه من الجهاز بتاعي اللي هو الداتا بيز، ارجع ارد تاني على بقيه الناس، انا محتاج كده اعمل رول رقم 2 عشان الترافيك اللي خارج مني برضه هو كمان يكون متشفر. قال لك لا، انت ممكن لو عملت تشيك على الميرور يبقى انت مش محتاج تعمل 2 رول جوه بعض، هو كفايه بس ان انت تختار الاوبشن بتاع الميرور ده. كده انت تقصد اللي رايح واللي جاي على نفس الكونكشن اللي انت عملتها دلوقتي. اقول له نيكست. طيب انا دلوقتي احنا كل اللي احنا عملناه، احنا عملنا بوليسي وعملنا جوه البوليسي دي حاجه اسمها رول، وجوه الرول عملنا حاجه اسمها فلتر. جوه الفلتر ده المفروض ان انا هروح اختار اكشن. دلوقتي انا وصفت له شكل الكونكشن بتاعتي، اقول له مثلا اكشن 1 الداتا اللي جايلي بالشكل دوت، تحب بقى اعمل لها ايه؟ هتلاقي عندي ثلاثة اوبشن، حاجة اسمها البرميت، حاجة اسمها البلوك، وحاجة اسمها نيجوشييت سكيورتي. ايه الفرق ما بين الثلاثة وبعض؟ قال لك كلمة برميت يعني انا هسمح للداتا تعدي ان انكريبتد. يعني ايه تعدي ان انكريبتد؟ دلوقتي انا اتفقت معاكم ان انا هعمل جهاز وهشفر البيانات بتاعته اي بي سيك، بس انا عايز اسمح ليوزر معين
ان هو لما يجي يتكلم معايا او سيرفر تاني لما يجي يحب يتكلم معايا مش هيتكلم، او فلتر مخصوص وراح اقول الراجل ده لما يجي يتكلم معايا انا هديله بيرميت. يعني ايه بيرميت؟ بيرميت يعني انا هسمح الداتا تعدي ما بينه وما بينه، هنتكلم مع بعض من غير شفره. كلمه بلوك يعني انا هبلوك. كلمه نيجوشيت سكيورتي لو دوست عليها ودوست نيكست هتقول لك دونت الاو انسكيورد كوميونيكيشن. يعني ايه دونت الاو انسكيورد كوميونيكيشن؟ يعني لازم نتكلم مع بعض بتشفير. في اوبشن تاني تحتيه، الاوبشن ده اللي بيوازي الاوبشن اللي احنا عديناه في الاول اللي هو الدايناميك. لو اخترت ده يبقى معنى الكلام ده هو لو انا جالي واحد وقلت له عايزين نتكلم مع بعض التشفير وما قدرش قال انا ما بفهمش اي بيسك، هنزل لمستواه واتكلم معاه من غير تشفير. ده الفرق ما بين البي و2003. هقول له لا دونت الاو انسكيورد. طيب دلوقتي انت اللي يهمك ايه في الداتا بتاعتك؟ انت خلاص هتشفر، انت خلاص هتشفر البيانات، عايز تستعمل معاها انكريبشن وانتجريتي ولا عايز انتجريتي بس؟ والله ممكن اختار الاثنين وممكن اقول له كاستم. كاستم دي لو دوست على سيتنج هتختار بقى بايدك الالجوريزم بتاع الانتجريتي. انكريبشن يعني تشفير، كلنا متفقين مع بعض كلمه انكريبشن بتعني تشفير البيانات، كلمه انتجريتي بتعني ان محدش يلعب في الداتا، ان محدش يقدر يقدر في الداتا دي. على حسب بقى استخدامك وعلى حسب الابلكيشن اللي انت بتشفر الداتا بتاعته ممكن تستخدم عندك ال ND5 وعندك ال SHA1 وعندك الانكريبشن برضو، عندك الديس وعندك التريبل ديس. طبعا التريبل ديس اقوى من الديس. ولو عايز كمان تكستمايز وتختار اللينس بتاع الكي اللي انت هتنكريبت بيه ممكن تختاره. هدوس نيكست فينيش وهختار الاكشن. طيب نيجي بقى للموضوع المهم. احنا كده ظبطنا كل حاجه في الاي بي سيك بوليسي بتاعتنا. طيب دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل الاوثنتيكيشن بقى اللي هيتم ما بينك وبين الراجل. انتوا الاثنين زي ما اتفقت ان البروتوكول ده انا بانكريبت بيه وبثبت بيه شخصيه. بالنسبه للاوثنتيكيشن عندي ثلاث طرق ممكن اعمل بيهم اوثنتيكيشن ما بين الاثنين هوست. اول حاجه اسمها الاكتف دايركتري ديفولت الكيربرس فيرجن 5 بروتوكول. اتكلمت معاكم ان البروتوكول اللي اليوزر وهو بيلوجن على الدومين كنترولر بيستخدمه علشان يكريبت بيه الداتا بتاعته اللي بيبعتها له، حاجه اسمها الكيربروس فيرجن 5. تاني اوبشن حاجه اسمها السي اي اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت اللي هو السيرتيفيكت اوف اوثوريتي سيرفر. تالت حاجه اسمها البري شيرد كي، يعني هكتب كلمه هنا زي الباسورد كده، هكتب مثلا احمد محسن. لازم اروح عند الهوست التاني اللي انا هنكريبت معاه الداتا واكتب عنده نفس الكلمه دي. طبعا ده لو سكيورتي ويفضل ان انت ما تستخدموش، مش في كوماند يعني ان انت تشتغل بيه. يا اما تشتغل بالكيربروس يا اما تشتغل بالسيرتيفيكت. بس طبعا في ليميتيشنز، يعني هتقول لي طيب الكيربروس ده انت بتقول ده اللي مسؤول عنه الدومين كنترولر، طب لو انا راجل مش شغال في دومين تفتكر ايه اللي انا هعمله؟ وما عنديش حاجه اسمها سيرتيفيكت اوف اوثوريتي لان انا مش شغال في دومين. هقول لك خلاص هو سايب لك دي باكورد كومباتيبلتي انك تقدر تشتغل بيها لو انت عايز تنكريبت جوه جهازين جوه ورك جروب مثلا. هتكتب كي وتعدي الناحيه الثانيه تكتب زيه بالظبط، هتقول له فينش والنيو ليست اللي احنا عملناها هتقول له اوكي. هتلاقي بوليسي 1 اللي انا عملتها والديسكريبشن اللي انا كنت كاتبه في الاول. كل اللي انت محتاج تعمله انك رايت كليك وتقول له اساين. هي لحد دلوقتي البوليسي دي مش شغاله، كل اللي انا محتاج اعمله رايت كليك واقول له اساين. هتلاقي العلامه بتاعتها اخضرت، يعني معنى الكلام ده ان هي اكتف وقادره ان هي تشتغل دلوقتي. كده الجهاز ده متظبط على ان اي حد جاي يكلمه على بورت مش فاكر كان 500 او 5000 هيتكلم معاه. لازم الداتا دي تكون انكريبتد، ومحتاج بقى ان انا اروح اظبط دوت عند الويب سيرفر او الجهاز التاني اللي هو هيتكلم معاه بتشفير. يعني نفس اللي انا عملته هنا اروح اعمله على الويب سيرفر. خلينا نطلع بريك 10 دقايق ونرجع نكمل المحاضره بتاعتنا. ولو حد عنده سؤال ولا حاجه يفكر يكتبه في ورقه كده او يقول الكلمتين اللي احنا قلناهم يجمعهم في ورقه قدامه ويبدا يفكر. اللي بيسال على الميرور، انا دلوقتي بقول
انا عندي الداتابيس سيرفر والويب سيرفر. انا قررت ان انا هعمل اي بي سيك هابلايه على الكونكشن اللي ما بينهم بحيث ان الاثنين يتكلموا مع بعض بتشفير. الداتابيز انا رحت عملت عنده رول، قلت له اي داتا طالعه من عندك رايحه لفلان الفلاني دي هتشفرها. فمحتاج اعمل رول بقى تاني اقول اي داتا جايه من الجهاز الفلاني او اللي اسمه اكس مثلا هي دي كمان هتكون متشفره. دلوقتي علشان انكريبت الداتا اللي ما بيني وما بينك لازم اشفر الكلام زي ما بقول لك. انا هتكلم هندي، انا يعني تعالى ببساطه دلوقتي انا اتفقت معاك احنا هنتكلم بتشفير عشان بقيه الناس اللي موجوده معانا في الروم ما تفهمناش، فانا قلت لك هنتكلم هندي على اساس ان انت بتفهم هندي. لما جيت اكلمك بالهندي اكيد انت هترد عليا بالهندي عشان برضه انت مش لو رديت عليا بالعربي ما حدش هيفهم حاجه. كل اللي انا عملته عملت ميرور بحيث ان الاثنين يعني اللي انا هعمله هتطبق عليا وعليك. اه بالظبط، ما انا لسه بقول لك نفس الروت. فانت كده رايح جاي، هي شغاله رايح جاي بس على هوست واحد، انما عشان يبقى على الاثنين هوست الاثنين ده شغاله برضو محتاج اروح اعمل رول الناحيه الثانيه واقول ان انا هعمل ميرور على اساس ان انت تقدر تستقبل من الداتابيز. خلي بالك برضو انت في بعض الاحيان هتضطر مش هتعرف تعمل موضوع الميرور ده، فلنفترض ان الداتابيز بترد عليك على بورت مختلف عن البورت اللي كانت بتستقبل عليه في الاول. احنا قلنا مثلا هي بتستقبل على 500، هنقول ان هي بترد عليك على بورت 10000 على سبيل المثال. لو انت عملت ميرور هي كمان هترد عليك على 5000، ساعتها انت مضطر تعمل بقى رول تانية علشان تقول ان هي هتكلمك على بورت 10000. انا بس كنت بقول لك موضوع ميرور ده كمثال، لكن انت فعلا ممكن تغير وتعمل الاتنين مع بعض. خلينا نطلع بريك 10 دقايق ونرجع نكمل ان شاء الله.